أنا نفسي أفهم إيه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي؟ المونتير؟ ما تديله اللي هو عاوزه وخلصني يا رامي. ما هو مش معقول أقول للراجل رايحلك معايا مفاجأة وأروح له إيد ورا وإيد قدام. طيب ابقى طمني وأنا ساعة وأكون عندك. باي. وكمان انت اللي زعلانة؟ والله مش فاهمة مين اللي لازم يزعل من التاني، أنا ولا انت؟ مين اللي بيخبط على الصبح ده؟ ايه؟ أهو أهو مش انت هي فين؟ يا ست مالك هانم؟ أيوه انت، تقرير خبير طلع أهو، وكلام أنا اللي طلع صح يا بنت أخويا، تزوير 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 افندم. بتزوري امي تابوكي بعد ما مات يا ملك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول يا بنت اخويا، مش انا اللي بقول يا روح عمك، ده الخبير هو اللي بيقول. الخبير اللي المحكمه حولت له الاوراق هو اللي قال، قال عقد البيع مزور والإمضة دي مش إمضة أبوكي. ما أنا قلت لك راجعي نفسك قبل ما التقرير الخبير يطلع. ركبت دماغك وقلتي أدبك وطولت لساني. روح أسأله فين يا أختي؟ أروح له قبر أسأله؟ ها؟ أديني اتأكدت من اللي كنت شاكك فيه من غير ما أسأله. ما بالعقل كده يا أم الزكاوي. أبوكي يكتب لك أنت بالذات كل حاجة وأختك لا. ها؟ يكتب لك ليه وأختك لا؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت عاوز تاكلي حقها. هو ده اللي اسمه تزوير وكذب. لا ده اللي اسمه طمع. الله يرحمها أمي، ما أنت ورثة الطمع من أمك. هو كان طلعها اللي طبعها مش كده برضه ولا إيه؟ تحب أقرأ لك؟ ولا تسأل أنت؟ خلصت كلامك؟ ايوه خلصت كلامي. طب اتفضل اطلع بره يا ابو تزوير. تطرديني؟ بتطرديني يا ملك؟ تطردي عمك؟ هي دي تربيه امك بتاعت الاتيكيت؟ هو ده اللي اتعلمتيه في امريكا يا حلوه؟ ها؟ مع السلامه، بره. طالع طالع يا حبيبتي، ماشي. بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيت لك هنا مرتين، يعني بدل مره اتنين، ونصحتك بدل النصيحه 10، واديتك فرصه بدل الفرصه 10، انما مفيش فايده. انا شفت دماغك على الاخر. استحملي بقى يا حلوه اللي هيجرالك، استعملي اللي هيحصل لك، استحمليه. مع السلامه. ماشي نزل ايدك ورحمه أبوك الغالي لازجنك يا ملك. عارف يعني إيه؟ هسجنك. ومش عاوز حد بقى يقول ويعاتبني إزاي ترمي بنت أخوك في السجن. هسجنك، أنا حلفت ورحمة أبوك الغالي زي ما دوختيني. هسجنك يا ملك. أشوف وشك في السجن. مع السلامة.